اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا ايه قبل الفاصل؟ عملنا مع بعض الكاليماري اللي قليناه، اديناه تتبيله ثوم مفروم، ملح وفلفل، كزبره ناشفه بودره، وكمون، عصير ليمون وثوم، ملح وفلفل، كمون، كزبره، وتبلناه الاول شويه، وبعدين نزلناه في الخليط اللي احنا حطيناه دقيق، نشا، بيكنج باودر، عليهم ملح وفلفل والميه، وعملنا شويه دقيق بملح وفلفل بس، وقلينا الاثنين وقدمناهم مع شويه صوص سويت اند شيلي، سويت اند ساور، صويا، كاتشب ومايونيز ومستارده، رانش، اللي انتوا عايزينه. بعد كده عملنا مع بعض المكرونه اللي بالسالمون، جبنا زيت الزيتون، حطينا فيه ملح وفلفل، ثوم مفروم، بعد كده نزلنا السموكت سالمون او السالمون المدخن او السيمون فيمي متقطع، نزلنا عليه الكيبرز والشبت، بعد كده نزلنا عليهم المكرونه المسلوقه وعصير الليمون وقدمناهم. تعالوا بقى نعمل مع بعض السلطه. انا اتبقى معايا شويه مكرونه مسلوقه من المكرونه اللي بالسالمون، فطبعا مش هرميهم انتوا عارفين، فقلت هدخلهم في السلطه. السلطه عندي تونه، دي التونه اللي من العلب، مصفينها كويس جدا من الميه او من الزيت حسب هي كانت محطوطه في ايه. اهم حاجه نجيب تونه نوعها كويس ونجيبها قطع مش متفتفته، اللي متفتفته دي بتبقى يعني جودتها اقل شويه. عندي هنا ثلاث انواع من الفاصوليا، بيضه وحمراء وخضراء، والثلاثه مسلوقين، والثلاثه بعد ما سلقناهم حطيناهم في ميه ساقعه، وممكن تستخدموا جدا العلب المعلبات. اهم حاجه زي ما بقول لكم دايما في المعلبات انها تتشطف كويس جدا عشان المواد الحافظه الضرر بتاعها والطعم بتاعها يروح. يبقى تونه، فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء، فاصوليا خضراء، عصير ليمون، كمون، شبت، ثوم مفروم، شطة، فلفل حامي، ممكن نستبدله بفلفل رومي لو احنا حابين، جرجير، بصل احمر، ومكرونة مسلوقة. المكرونة مش اساسي خالص في الوصفة، ما كانتش في الوصفة اصلا، بس انا بصراحة لما لقيتها كده موجودة قلت ايه ليه لا. طيب البصل، كنا احنا في الفاصل كنا بنتكلم عن البصل. زمايلنا هنا بيقولوا ان ستاتهم دايما بيسالوا هو احنا ليه ما بندمعش لما بنيجي نعمل البصل زي ما هم بيدمعوا في البيت. اولا احنا نحسنا، دي اول حاجه، زي ما احنا ما بنتلسعش كده يعني من كتر الشغل في المطبخ. لكن هقول لكم نصيحه يعني بالمناسبه دي، انه بعد ما تقشروا البصل اول حاجه لما تيجوا تقشروا البصل تسيبوا الحته اللي احنا سايبينها دي، الحته دي او الحته اللي هنا في اول البصله، دول بيمسكوا البصلاية، فتقوم لما تيجوا تقطعوها ما تجريش منكم وتبقى بتتفتفت كده من بعضها ومش عارفين تقطعوها. ادي اول حاجة. تاني حاجة، طيب نعمل ايه عشان ما ندمعش؟ هنجيب البصلاية هنقشرها وهنحطها في مية ساقعة، وممكن تحطوها قبل التقشير وتقشروها بعد كده، لو انتوا للدرجه دي بتدمعوا من البصل ممكن تحطوها قبل التقشير، ده هيخليكم ان شاء الله مش هتدمعوا من البصل. عايزين تدمعوا خلاص بقى اطلقوا بقى اطلقوا البصل. رضوى بتقول لي ان في حاجه تانية بتقول انه تمضغوا لبانه تخليكم ما تدمعوش. الحقيقه انا جربت الموضوع ده وفشل معايا، مش عارفه نجح مع حد تاني ولا لا، بس لبان مضروب. هبقى استغلى المره الجايه شويه. حاضر، هخلي رضوى تجيب. فايه يعني انا جربته ما نفعش، بس انتوا ممكن تجربوه، بس الميه دي مؤكده. غير الميه كمان ممكن تحطوه في الفريزر، الهدف انه يبقى ساقع، فالمواد الطياره بتاعته اللي بتخش في العين تخلينا ندمع مش هتبقى موجوده. تعملوا كده تعملوا كده، انتوا حرين. معلومه لسه هقول اهو، والله معلومه، بس انه هي حاجه مفيده جدا للعين، هي غسول وقطره طبيعيه للعينين، بنقول يعني بنقول المعلومه. لا مش للدرجه دي، ما علينا. حطيت هنا بقى البصل، حطيت ثوم مفروم اهو، عصير ليمون، كمون، شطه، شطه اسواني محترمه، شبت، وبعدين هقوم جايبه دول هنا كده، وهقوم واخده الفلفل الحامي ده اللي هو اذا عايزين تستخدموه يا نوران. نوران، ايوه، ازيك؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا نوران، سؤالك ايه؟ كنت عايزه اسال عن طريقه البسبوسه. البسبوسه، حاضر هنزلها لك حالا.
هنزلها لك حالا. طيب بقول لكم انه لو مش عايزين تستخدموا الفلفل الحامي ده ممكن تستخدموا الفلفل الرومي، وكمان ممكن تشيلوا الشطه اللي في الوصفه. واللي بيخلي الفلفل حامي قوي البذر اللي احنا سايبينه في الفلفل ده. احنا عندنا هنا الشباب بيحبوا الفلفل الحاجات الحاميه، لكن لو انتوا عايزين تقللوا كمان شويه من الحماوه بتاعه الفلفل تشيلوا البذر بتاعه اهو. هاخد جزء من الفلفل ده احطه في التتبيله اللي رواني معاكم على الهوا، بشكركم جدا اهي. تعملوها اهم حاجه في الرواني، تخرموا الرواني اول ما تطلع بسكينه وتحطوا عليها الشربات يكون دافي، فتاخدوا احلى رواني وتبقى طريه وجميله. حطينا هنا ايه بس، تعالوا نراجع مع بعض. حطينا بصل احمر، شبت، ثوم مفروم، كمون، شطه، فلفل حامي، وهحط ملح وفلفل وعصير ليمون، ملح، فلفل اسود، خليهم هنا برضو جنبنا لو احتاجناهم. ان قدرنا نسيب التتبيله دي شويه حلوين كده بحيث البصل ينزل ميته وكده هتبقى لطيفه. نجيب بقى الطبق زي ما احنا متعودين بقى السلطات في الطبق على طول. نحط الجرجير. المره اللي فاتت لما عملنا حلقه الاطفال، اول حلقه في سلسله حلقات الاطفال اللي جايه، كنا عاملين البانكيك اللي بسبانخ. اشكركم البسبوسه كمان معاكم على الشاشه. البسبوسه اهم حاجه فيها هي سخنه مولعه، الشربات سخن مولع، يقابلوا بعض وهم مولعين كده وتتغطى وتخش الفرن وهو مقفول لمده 10 دقائق. اهم حاجه في الشربات يكون في سمنه بلدي وعسل الجلوكوز، والبسبوسه ما تتعجنش جامد، ما تاخدش سكر زياده وما تاخدش سائل زياده. ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه ام يوسف؟ منوره يا قمر. يا رب يخليكي، تسلمي. منوره ودايما متالقه. كتر خيرك. منوره شاشه. كتر خيرك، كتر خيرك يا ام يوسف، ربنا يخليكي. ولادي كلهم بيحبوك. ده شرف ليا يا ام يوسف، ربنا يخليكي يا رب. انا بتصل عشان اقول لك ميرسي على الحاجات الجميله اللي بتعمليها، وعلى ذوقك وعلى اخلاقك العاليه يا اميره. تسلمي. وعلى تواضعك الجميل مع الناس اللي بيكلموك. تسلمي لي يا ام يوسف، ربنا يخليكي، ده من ذوق حضرتك وشرف ليا، تسلمي لي يا رب. حقيقي والله يا اميره، انا عندي بطايه يا حبيبتي وعايزه اعملها بطريقه شيك. عينيا الاثنين. عينيا الاثنين، هقول لك لحضرتك حالا دلوقتي طريقه كويسه جدا، وبشكر حضرتك جدا على تليفونك، شرف ليا، ربنا يخليكي. طيب انا عايزه بس اخد بوله. طيب التتبيله دي هحط عليها التونه عشان عايزاها تشرب من التتبيله كويس جدا. التتبيله عباره عن ايه؟ بصل، ثوم مفروم، شبت، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل، شطه، وفلفل حامي اهو. تمام، وعصير ليمون. طيب مش عارفه في ايه عصير الليمون، مش راكب معايا. جرجير هنا، المكرونه مع التتبيله عشان المكرونه دي مسلوقه بشويه ملح بس فما فيهاش اي طعم، فافضل ان انا اديها شويه كده من التتبيله بالتونه، وده طبق في حد ذاته يعني. انتوا لو عايزين تقدموه كده من غير اصلا السلطه مش هيقول لا خالص، هيبقى لطيف جدا والتتبيله دي طعمها حلو جدا. اهو ممكن يتقدم كده زي ما هو كطبق مكرونه بالتونه. خليه، هي الافكار بتجيلي كده وانا بشتغل. هعمل ايه طيب، انا الوحي بينزل عليا وانا بشتغل، اعمل ايه؟ واقفه لوحدي، لازم اتسال. طيب حطيت هنا الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، الفاصوليا الخضراء، هحط عليهم البصل الأحمر. البصل الأحمر في السلطات أحلى حاجة. هحط عليهم الفلفل الحامي الأحمر كمان، دي كده من غير ما نضيف عليها التونة بقت سلطة يعني. لو أنتوا مش عايزين تضيفوا التونة، ما بتحبوش التونة، حد صايم ومش عايز يدخل الأسماك في الصيام،
دي من غير التونه برضو هايله اهي، سلطه فاصوليات هايله. تعالوا بقى نديها كده تتبيله، شويه ملح شويه فلفل مش كتير عشان هننزل عليها التتبيله الثانيه، فمش عايزه الموضوع يبقى زياده قوي. شويه ثوم مفروم، شويه شبت، شويه عصير ليمون، ورشه زيت زيتون. يا وفاء افتكرته لوحدي من غير ما حد يقول لي. يا وفاء، وفاء الو، اتفضلي يا وفاء انا معاكي. الو اتفضلي يا وفاء، انت على الهوا انا سامعاكي، اتفضلي. معلش يا وفاء كلميني تاني. هقوم جايبه بقى شويه التونه اللي احنا تبلناهم دول وازين بيهم الطبق. نطلع بقى فاصل ونرجع. انا سبت المكرونه لوحدها، عايزين تحطوها مع السلطه اوكي، بس انا قلت بقى ايه خليها كده لوحدها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع عشان نجاوب على كل الاسئله اللي عندنا، استنونا.